أم شهاب. أم شهاب. نعم يا نس شيرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متأخر قد إيه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لأ؟ أيوة، سحر كانت بتيجي متأخر، كل ليلة كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة. أنا متأكد إنك عملت في بنتي حاجة. أنا بتهمهم يا حد الظابط إن هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة إن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك، مطلق مامتها بقالك فترة، وبقالك تقريباً سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها. وأنت عرفت إزاي؟ هي حكت لمشهاب ومشهاب حكت لي. مشهاب وانا قريبين جدا زي الاخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجه غريبه بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسامح كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سماح طالبة في كلية الطب، تقريباً جالها فيروس لمرض جلدي. مسكينة. مرض جلدي يحرقها؟ يعني أظن كده. أنا مش دكتورة، بس حضرتك ممكن تسألهم في المستشفى. إيه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانة للحمامات. عايز أشوفهم. أوي أوي يا فندم، حضرتك تنور. اتفضل. طبق طرش نبع مكرم. حاضر، حط زيت وملح. كتر الزيت يا ادي عبد الله. امسك يا سيدي. تسلم ايدك. عينيا، زود الزيت يا ادي. ادي الجبنه دي للزبون، اجرى. اللي هو عم مكرم، البنت صابرين ما عدتش عليك النهارده ولا ايه؟ ما عدتش ولا شفتها ولا شميت ريحتها. امال هتقضى من ايه؟ تقضى يعني ايه؟ انا مالي؟ هو انا مدير اعمالها؟ وانت بني ادم انت مش هتدفع ثمن اللي انت طفحته؟ قصدي ايه؟ ده انت فين ياخد فلوس منك اصلا؟ انت طعمه وحش. ايوه ياخد فلوس منك، امال ايه طعمه وحش اهو، دقت انا. ده طعمه وحش الاكل ده؟ اه. طب تقلع الله من هنا. طب بقول لك ايه؟ هات اي حاجه من عندك. نفس الحاجه من عندك. ازاي يعني؟ هقول لك حالا. خد وهات. اه هات ما دام في فلوس، هات خد. خد. ايه ده؟ الفول ده محروق. ايوه الفول ده محروق. ايه ايه خبيها للحكومه تحبسنا؟ امشي اتكل على الله. محروق ايه؟ هو انا بديكم من قعر القفه؟ من قعر القدره؟ انا هفضل ادور على بنتي، ولو عرفت انك ورا اختفائها مش هرحمك. عيب بجد عيب. انا متحمله حضرتك من بدري علشان مراعاه لحالتك النفسيه. مش هرحمك ايه؟ لما تبقى تلاقيها. لما الاقيها؟ قصدك ايه؟ يا فندم انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طفشت مع الراجل اللي كان بيجي معاها. اخرتي! انا بنتي اشرف منك! يمكن لو كنت وفرت طاقتك دي انك تهتم بيها وتحتويها ما كناش بقينا في الموقف ده. لو جبت سيري بنتي تاني على لسانك انا هقتلك! خلاص خلاص يا استاذ رافع، انا ههتم بالموضوع ده بنفسي. يلا بينا. مشفقة عليها قوي. انت مختفية فين اليومين دول؟ سابوني في حالي كفاية آخر مرة. سيبك ازاي يا صابرين؟ انتوا اختنا، معقولة نسيب اختنا برضه؟ اه هو ممكن مش أم واحدة، بس الشارع هو اللي جمعنا وخلانا ناكل على رصيف واحد. صابرين نعم. قولي لي بقى فين نوجة وليلى؟ لا والله ما أعرفش عنهم حاجة. أنا حتى اخواتك اللي كانوا معاكي في المؤسسة مش عارفة عنهم أي حاجة. هو انتوا عايزين مني انتوا الجوز بقى؟ عاوزينك في مصلحة هتغير حياتنا كلها. لا بقول لك انت وهو، انا مش هشتغل معاكوا تاني، فاهمين؟ صابرين استهدي بالله كده احسن لك. ايوه مش عايزين نسمع الناس بينا. لا علاء تلاقيها قلقانه، بس هي بتاعتنا والله.
لا بقول لكم ايه، انتوا عارفين ان الشغل ده ما ياكلش معايا، انا اصلا ما بخافش. بس هتخافي المره دي، في عمليه معايا ولازم تكون انت موجوده فيها، وانت لازم انت تعمليها، وزقها هيفهمك على كل حاجه. انا رايح اجيب سجاير وارجع لكم. سلام. سلام. بصي بقى انا هفهمك الحوار من طقطق لسلام عليكم. بس يومين كده ونيجي على طول. خلي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه من المنصوره بلغيني. وعموما يا ستي مش هنساكي في اكله البط والمحشي، امي بقى احسن واحده تعمل. بقول لك ايه، احنا هنروح نعدي على سماح في القصر العالي نطمن عليها قبل ما نسافر. طيب انا هاجي معاكم. صراحه احسن، يعني رد فعلك اللي عملتيه اول ما شفتيها وهي محروقه كان غريب جدا، المفروض ان انتوا اصحاب يعني. مش عارفه اقول لكم ايه، والله انا بحبها جدا، بس يعني انا ساعات بتعامل بطريقه عكس طبيعتي. يعني انا لما شيرين قالت انها جالها فيروس بجد انا خفت اتعدي منها، بس لما قعدت افكر كده وهديت قلت لا، سماح مستحيل اصلا تعمل كده. مش عارفه اوصف لكم الموضوع ازاي، يعني انا كنت عايزه احضنها بس متردده ومش عارفه ليه. يا نيلي انت انسانه طيبه وجميله والكل هنا بيحبك، وعادي يعني كلنا عندنا نفس العيب ده، ساعات ما بنبقاش عارفين نتصرف بعض المواقف. المهم ان انت تروحي لها وتوريها ان انت واقفه جنبها. بس على فكره بقى انا اتاكدت انه فيروس، انتوا ما شفتوش شكلها بقى عامل ازاي؟ لا لا، ده انا الدكتور اكد لي فعلا ان هي ماده كاويه، وستر ربنا يعني انها ما دخلتش في عينيها. عامه انا كلمتها وقالت لي ان باباها هيجي ياخدها بكره الصبح. طب يلا بقى عشان احمد هيستناكي تحت كتير. احمد؟ ده احمد مين بقى ده ان شاء الله؟ لا لا ابدا، ده معيد عندنا في الكليه ومسافر معانا عادي. مسافر معانا كمان؟ لا لا لا، ده الموضوع شكله كبير قوي. لا ده انت تحكي لي كل حاجه. Thank you.
انت ازاي عماله تمسكي ايديها وتطبطبي عليها كده؟ ما يمكن الفيروس اللي جالها ده معد. هي طلع عندها فيروس؟ بيقولوا كده. ايوه جالها فيروس ومش عارفين ليه علاج لحد دلوقتي، والاستاذه عماله تطبطب عليها. يا شيخ حرام عليك التقل، انت مش عارفك ان هي عندها فيروس بتقولي كده بس وخلاص؟ بصي يا طيبه قلبك دي حاجه كويسه وانت عارفه ان انا بحبها، بس برضه لازم تخلي بالك على نفسك شويه. حاضر يا اخي. اما انت ما عندكش دم صحيح، حط قدامك طبقين فول وتطلع من لوحدك. طب اديني حته طبعا المفول يجي. عض قلبي ولا تعض رغيفي، خليك في حالك يا عم كرم. هات الفول يلا خلينا ناكل. حاضر حاضر حاضر، احلى طبقين فول بالهنا والشفا. تسلم يا عم كرم يا جميل. امسك يا عم كرم. ايه هات لنا بيض بدل اللي خلص ده. من عينيا الاثنين. بقول لك ايه، وانت ليك في موضوع العفريت ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عفريت الا بني ادم. بس بصراحه بصراحه يعني انا شفت عفريت وانا صغير. عفريت؟ اه، وام الله يرحمها كانت دايما تضربني وتقول لي امشي يا عفريت امشي يا عفريت. ماشي يا عم كرم ماشي. بس عايش ما تقول ايه؟ عسل. كل يا طفص. بقول لك ايه صحيح؟ انت كنت تعرف ان اسمها سحر دي كويسه؟ سحر سحر اللي ابوها بيجلس عليها هو والظابط. بشوفها. قول لي بقى، هي فعلا كانت بتروح وتيجي مع شباب وعربيات تجيبها وعربيات توديها وكده؟ ليه؟ ولا منظر؟ في ايه؟ شايفني سوسن؟ يا عم هو ايش عرفه هو؟ اكيد لو حد كان بيجيبها ويوديها اكيد كان بيستناها بره الفيلا يعني، اكيد مش هتدخله جوه معاه الفيلا. فين في ايه؟ هو انت بتسال مين؟ هو انت فاكره ظابط؟ يا ابويك ايه؟ امال الكتافات دي ايه؟ منظر؟ اه منظر. كرم! حول اسم المعلم كرم. نعم. ثلاثة فول هنا. ثلاثة فول لمين؟ ما انتوا مش هتاكلوا. امال مين اللي هياكل الثلاثة فول؟ انا. هلاقي دي حتة مني ماليش غيرها في الدنيا كلها. ما تقلقيش خالص، هنقف عينيا. طيب المرة الجاية بقى ممكن اجيب بابا وماما؟ وماله يا حبيبي، ينوروا يا ميت. اهلا وسهلا. نورت المحل يا ست الكل. شكرا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، نورتينا. هادي هادي حاجة ايدك، السلام عليك. هادي هادي ايدك، على مين؟ ايوه سلمي بنا. على ميلك على ميلك. اه على مين؟ على مين؟ كاتين على مال؟ بالروح يا ابني. على مين؟ بالروح. على مين؟ الله. اقعد مستريح. ألف ألف سلام عليك ست الكل. النبي النبي يا ابني، روح روح هات لي كركديه من القهوة اللي بره. عيني. اجري يا ابني هات لها حاجة بسرعة. حاضر يا معلم. معلش معلش. ألف ألف سلام عليك، ألف ألف سلام عليك ست الكل. معلش يا أخويا، أصل أنا تعبان، شكلي شكلي نسيت دواء الضغط، آخد الدواء النهاردة. اتفضلي اتفضلي. شكرا يا ابني. ولا طعم. الله يصلح حالك. اه تعبانه خالص. تعبانه يا ابني. اه امي اجيب لك حاجه؟ لا لا يا ابني، انا معلش انا هقوم وهجي لكم وقت تاني. أتعبى يا رجل، مش قادرة. هاي مستمدوني والنبي. اسندعوا. يا رجل يا صف. والله يا حبيبتي. آه. بنا يوقف لك ولاد الحلال. الله يخليك. آه. 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 آه.
لا إله إلا الله، ربنا يشفي كل مريض. البيت ده مش طبيعي، البيت ده فيه حاجة غريبة. البيت اللي مش طبيعي وبيت اللي غريب، انت مكبر الموضوع ليه يا مروان؟ اسمع من اخوك عمرو، فاكر اليوم اللي اتحرقت فيه سماح؟ فاكر اليوم ده، انا كنت واقف فيه في الجنينه، سمعت صوت قطط بتناولوا، ابص يمين وشمال ما لقيش اي قطط، اسمع صوت ولكن ما اشوفش قطط. شويه وبصيت لقيت حد بينده عليا، اقول نعم، حد بيرد، ابص الاقي واحده بتعيط، شويه الاقيها اختفت. يا عم انت اتلبست بقى ولا ايه بقى يا عم انت؟ دي مين دي البت اللي اختفت دي؟ يا مروان يا حبيبي، ما هو طول ما انت حاطط صوره ورده هانم على تليفونك مش هتحلم غير بكوابيس، وهتشوف عفاريت وقطط بتناولوا. انا مش فاهم ايه سر تمسكك بالصوره دي على تليفونك، هتطلع لك يعني؟ ايوه يا عم، الجو بتاعك ماشيه معاك حلاوه. سعيد اسكت، وانت دايما تسد نفسي كده. صابرين كنت فين؟ وحشتوني يا بنات. كنا بندور عليك، شكلك كده عامله مصيبتين. وبعدين معاك، انا مش قلتلك ابعد عن بنات المكان؟ سحر دي كانت تستاهل اللي جرى لها، كانت طالعه فيها شايفه نفسها، فاكره نفسها زي حواس، دي كانت بتدور على تاريخ الفيلا. وانت عرفت منين؟ يعني ايه عرفت منين؟ هو ده سؤال؟ وهي هجيب تاريخ الفيلا منين؟ انت من ساعة ما عرفت ان هي في كلية الآثار وانت مش على بعضك، ابعد عن البنات هنا وخلينا ايد واحدة وانا هقولك تعملي ايه. قلتلك مليون مرة لا، انا ما بسمعش كلام حد، انسي الموضوع ده خالص، انا عارفة كويس انا بعمل ايه وبعرف اتصرف لوحدي. انا هاكل، تاكلي بيتزا؟ ها؟ after 9 بيتزا؟ Yeah, that's me. I want medium stuffed crust, extra cheese, extra mushroom, extra onion, extra care. دي فلة. رد عليها شوف عايز ايه. نعم. عاوز ايه وانجزي عشان مش فاضي وعندي تصوير. وبعدين هو انت مش خطرت بتكلميني تاني ليه؟ ايه؟ يا ألف بركة، يا ألف بركة عليك يا أختي انت وهي. ده النهاردة عيد، بقولك يا بنت انت اقفلي وما تكلمنيش تاني، تمام؟ في ايه؟ مفيش يا سيدي، فلة بتقولي ان وردة خطبت هي كمان، وبتقولك ما تكلمهاش عشان خطبها ما يعملش معاها مشكلة. فيها مروان زعلان ليه؟ دي حتى سيرتها كانت بتطفش العصافير من الفيلا، وبعدين هي شافت مستقبلها، شوف مستقبلك انت كمان. معلش يا صاحبي، هي البنات كده دلوقتي ياخدونا لحم ويرمونا عضم. والحب اللي كان بيننا حب ايه يا مروان؟ انت بتصدق الكلام ده؟ كل واحده دلوقتي بتدور على مصلحتها وبس، شوف مستقبلك يا مروان. حب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ حب ده كان زمان ايام سعاد حسني. شت يا عم، انت قارف ملحتي كده ليه؟ أكيد أبوها غصب عليها. أبو مين اللي غصبها؟ أبو فلة ولا أبو وردة؟ يا مروان، ده أبوها ما بيعرفش يحكم عليها أصلاً. شوف مستقبلك يا مروان. أمال إيه يعني اللي حصل؟ كانت لسه بتكلمني إمبارح. أديك قلت، كانت بتكلمك إمبارح. والنهاردة اتخطبت. تلاقيها بس ما كانتش مالية إيديها من العريس. شوف مستقبلك يا مروان. همني دول ستات قادرة. يعني كل اللي بينا ده كان وهم. معلش يا صاحبي، بكره ان شاء الله هتبقى نجم كبير وهي اللي هتندم عليك.
ايوه يا استاذ رافت، والله يا استاذ رافت زي ما قلت لحضرتك، بنتك عمرها ما كانت تعرف شباب ولا كل الكلام اللي قالته شيرين ده، يعني كل ده كدب في كدب. دي انسانه مريضه حقيقي مش طبيعيه. طب اقول لحضرتك على حاجه، عارف سماح دي زميلتي معايا في كليه الطب، دي جالها مرض جلدي بسبب حقد وحسد شيرين عليها. انا مره فعلا سمعتها وهي بتتخانق مع سحر، بس الصراحة يعني سحر ما كانتش بتسكت لها خالص، ما كانتش بتفوت لها كلمة. أنا عارف يا بنتي، بنتي كان بتحكي لأمها على كل حاجة، لكن المشكلة إن الضابط مصدق كلام شيرين، فاكر إن بنتي هربت مع واحد بتحبه وبتدور عليه. لا 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 والله يا عمو، عمر ما الكلام ده ممكن يحصل، بنت حضرتك طيبة وجدعة وعمرها ما تعمل كده. وأنا برضو يا عمو معاك في أي حاجة، أنا تحت أمرك. بص يا نيلي يا بنتي، احنا مش هينفع نتكلم في التليفون، انا ممكن اجيلك الجامعة واقولك هتساعديني ازاي. خلاص ماشي. فظيع، عايزه فنجان قهوه دبل جيبهولي على المكتب ضروري. غريبه، انت دايما بتعملي قهوتك بنفسك، عاوزاني اعملها لك المره دي ليه؟ حبكت بقى، عايزه اشرب فنجان قهوه من ايدك جوه المكتب، في مشكله؟ حاضر حاضر يا مدام فريده. طالما عايزاني اعمل لك قهوتك بايديا يبقى دماغك شغاله في مصيبه وعايزاني فيها. ربنا يستر. زود المايه من عندك يا عمرو شويه، المايه ضعيفه جدا. صباح الخير. صباح الخير يا هاني، اقفل يا عمرو المايه من عندك. صباح الفل يا هاني، انا حضرت كل حاجه قلت عليه، الصنبار حطيته في المكتب زي ما حضرتك امرتي بالظبط. تمام، بس انا عايزه ورقه من الصباره دي كمان. أنا هجيبها لسعادتك. لا لا لا، هتتعوري.
هي الضفدعة دي جت منين؟ تلاقيه جه من الشارع. شارع ازاي؟ عمر الضفدعة ما بتبقى في الشارع، الضفدعة يا اما بتبقى في الترعة يا اما بتبقى في الغطام. لكن هي جت منين؟ ايه ده؟ هي راحت فين؟ انت بتسأل اسئلة كتير. عم ريحان جاي امتى؟ ابويا من ساعة ما سافر وهو تعبان شوية. الف سلامة عليه. يبقى خلي بالك من الزرع اللي هناك ده، محتاج يتسيح. ويدور على ايه؟ هو انت بتدور على ايه؟ ها؟ بدور على ضفدعة. ضفدعة هنا؟ ايوه، انا شفت بعينيا الاتنين دول ضفدعة هنا. معرفش راحت فين. نطت في وش شيرين وبعد كده اختفت. نطت في وش شيرين بعدين اختفت؟ ايوه، دي مسكتها بايديها وكانت هتبصها من خدها كمان. بتلاقيها طبعا خربت الدنيا. خربت الدنيا ايدي ولا كانها حصلها اي حاجه. بنات مصر يا عم مارو جامدين. شايفين دي البت اللي اسمها شيرين دي فيها حاجه مش طبيعيه. فعلا فيها حاجه مش طبيعيه. حبيبتي يا توحشيني. انت كمان حبيبتي قلبي. بقولك ايه يا احمد، خلي بالك منها، انا مطمنه عليها عشان انت معاها. ما تقلقيش، في عينيا يا ست الكل. الله يخليك ويسلم عليك يا حبيبتي. ما تخافيش، مش عايزاك تعيطي، انا اول ما اوصل هكلمك واطمنك عليا. دي ربي يخليك يا حبيبتي. ولو احتجت اي حاجه كلميني، المشوار ساعه ونص. ساعه ونص وهتلاقيني عندك على طول. ربنا ييسرها معاك ويكرمك، ربنا يخليك يا احمد. واعملي حسابك المره الجايه هتيجي عشان تشوفي الشقه بقى وتقولي لي رايك ايه. يا اخويا بلبي عجبها خلاص. لا، تعجبك انت قبل ما تعجبها. بصراحة يعني انا بفكر اخد شقة مفروشة كده تقعدوا فيها انتوا الاثنين لحد ما اظبط شوية حاجات في الشقة وبعدين ننقل على طول. يا سلام، ده ايه بقى القرارات المفاجأة دي؟ مش يمكن ما تعجبنيش ولا حاجة؟ لا، ما عندناش بنات تقول رأيها، واسألي ماما. يا سلام، شفتي؟ شفتي؟ على اي الحالات يا حبيبي، هي طالما عجبتها يبقى خلاص، وبعدين ما تكلفش نفسك حاجة، انت لازم توفر كل قرش للشقة. انا عامل حسابي على كل حاجة، جهزي نفسك المرة الجاية هتيجي معانا والكلام ما فيهوش كلام. انا بس عايز اسالك سؤال صغنطوط قد كده. اتفضلي. هو في حد في عيلتكم يعني عنده عرق صعيدي وانا ما اعرفش؟ انا. ازيك يا مروان؟ اهلا، يا صباح الفل. ازيك يا استاذه نيلي؟ ايه يا استاذه دي، بس انا مش كبيره قوي كده. هو انت طالع تجيب حاجه من بره؟ انا كنت خارج السوبر ماركت اجيب شويه حاجات كده وراجع على طول. لو انت محتاجه اي حاجه قولي لي واجيبها لك. انا كنت بس عايزاك ثواني. ماشي، اتفضل. ايه انت فين؟ انت عند السوبر ماركت اللي قدام الدار. طيب خلاص ماشي، انا جايه. اصل انا عندي امتحان مهم بكره وصاحبتي جايبه لي كتب مهمه يعني عشان الامتحان، وهي كمان عند السوبر ماركت، فانا ممكن اجي معاك. طبعا طبعا، اتفضلي. اوكي. انت بقى بتدرسي ايه؟ انا بدرس صيدله. والله؟ طب احنا بعد كده بقى نقول لك يا دكتوره، نقول لك يا استاذه. ان شاء الله. وفي سنه كام بقى؟ انا في سنه رابعه. انا حاسه ان انا مبسوطه قوي. انا السعاده اللي انا حاسه بيها مش عارفه اوصفها لك ازاي. قلبي طاير من الفرحه. انت اكتر فرحه انا كنت مستنيها في حياتي. الحمد لله ربنا رزقني بيها. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا حبيبي. ما اقدرش اعمل كده يا مدام فريده. اسمعي كلام وما تخافيش من شيرين. الله، ده انا برضه فريده ممتاز ولا نسيتي؟ لا، ما نسيتش حاجه
وبعمل كل اللي تطلبوه مني، بس لحد شيرين ولا للدرجه دي انت خايفه منها؟ ايوه بخاف منها ومنك ومن كل حاجه في الدنيا دي، حتى خليتوني بدات اخاف من خيالي. خليكي في صفي، وانت عمرك ما هتخافي من حد لحد ما نلاقي اللي احنا عايزينه، ساعتها انا هقدر على شيرين. طالما تقدري عليها يا ما تدخلينيش وسطيكم، خليني اعرف اعيش اليومين اللي فاضليني بعيد عن اذى شيرين. ونصيحه ليكي، فكري الف مره قبل ما تدخلي في مشكله معاها، شيرين مش سهله وغضبها وحش. للدرجه دي نسيتي حق ابنك ومراته وعياله؟ بلاش تدخلي لي مسكه حق ابني ومراته وعياله. انا اسفه، انا اسفه، مش هقدر اكون في صف حد على حد. يا خساره، انا كنت عايزه احط ايدي في ايدك على الاقل عشان ناخد حق الميتين ونريحهم في قبورهم. لا الميت مرتاح ولا العايش مرتاح، كله محصل بعضه. عن اذنك يا مدام فريده. جبانه غبيه. لا 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 لا، مش قادر اصدق اللي حصل ده. ولا انا والله. موتني ده. انا كمان. انت اتبسطتي؟ انا انبسطت قوي. اهم حاجه ان انت تفضلي مبسوطه كده على طول. مساء الفل. مساء الخير. ايه ده، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امال فين هناء؟ اصل انا بابا كان مسافر فرجعت معاه. هناء احمد هيوصلها، خلاص اتخطبوا. فعلا؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. لا لا لا، استني تعالي هنا، انا لازم اعرف اللي حصل بالتفصيل. ماشي. طيب ادخلي انت دلوقتي، ولو احتجت اي حاجه بيكلميني. ماشي اوكي، هبقى اكلمك. اوكي، باي باي. باي. يلا يلا. الله، هو في ايه يا دكتوره؟ متفهمين؟ هقول لك، سحر اللي كانت ساكنه معانا في الاوضه اللي جنبنا باباها بيدور عليها، وانا بصراحه يعني قررت ان انا اساعده، فمروان هيجي بكره ونقابله. طب وانت مالك؟ بصي انا مش عايزه اكون سلبيه، يعني انا فعلا عايزه يكون ليا موقف، وبعدين يعني انا حكيت لمروان وهو اهتم جدا بالموضوع وقرر ان هو يساعدنا. الله 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 الله، هو ايه حكايه مروان معاكي بالظبط؟ يعني هو عسل كده، دمه خفيف، بحت معاه في الكلام. واضح كده يعني ان في حاجات كتير حصلت واحنا مش موجودين. ابدا يا ظريفه، هو بس كده يعني استلطاف مش اكتر. واضح انه استلطاف. طيب انا هقوم بقى دلوقتي وابقى ارجع اشوف موضوع الاستلطاف ده بعدين. سعيد يا حبيبي، انا عايزاك في خدمه، بس اللي هقوله لك ده سر. انا عايزاك تشوف لي واحده كده اهوت كويسه تشتغل معايا، تقدر؟ هو انت هتمشي ام شهاب ولا ايه؟ انا قلت همشي حد، انا عايزه واحده تشتغل معايا، انا تبقى عين ليا انا. امال انا رحت فين؟ ده انا عينك وايدك ورجلك وقلبك يا خالتي. يا قلبي يا روح خالتك، ما تنفعش يا حبيبي، انا عايزه واحده تبقى عينها على بنات الدار. ده انا كل يوم عيني على بنات الدار وانا بعمل حاجه غير كده؟ ما دي مصيبتك يا رب. الضغط الضغط. ايه دي بس، واديني فرصتي، ده انا رئيس الامن ده هنا كده. طيب يا رئيس الامن، انا هطلب منك حاجه ثانيه، بس بقى لو جدع اعملها صح. انت طبعا عارف شيرين،
انا عايزاك بقى ايه تراقب شيرين، تمشي وراها تشوفها بتعمل ايه، بتكلم مين، بتنزل الجنينه تعمل فيها ايه، ولو تعرف تصورها صورها. اصورها؟ ده انا حلم عمري ان انا اصورها من زمان. مش فاهمه. ده انا هصورها لك شويه صور، هصورها لك بقى وهي في الحمام بقى بتاخد شاور بقى كده. يخرب بيت شيطانك، هي حصلت لي كده؟ بلاش كده، هصورها لك بقى في اوضه النوم وهي نايمه على السرير بقى. اوضه نوم ايه؟ امشي امشي امشي، غور من وشي. خلاص خلاص، اديني بس فرصتي ومش هتندمي. والله انا عارفه ان انا هندم. شيرين يا ليل. مارو يا مارو، يلا انا جبت الاكل اهو عشان ناكل لحسن، انا ميت من الجوع. لا عمر مش نفس كل انت. مالكش نفس؟ اوعى تكون بتكتب لورده. وردة مين يا ابني؟ ما بتكلم مين؟ لكش فيه. شفت مين؟ طيب او ما ناكل جوه لوحدي. يا سيدي عبدالله. عرفت انت ليه شبعان. كمل يا مارو كمل. اخش يا عم اخلص، انت مش قلت داخل تاكل؟ يا عم داخل انام اهو. يلا خش تصبح على خير. وانت من اهله يا اخويا. يا نهار ابيض. ماشي يا عم مارو. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. تمري علي البيت، داخله وخارجه علي. يا رب يسعدك، يا رب يهنيكي، يا رب يسترها معاك يا روح قلبي، ويفرحك يا حبيبتي وينجحك يا رب. عارفة نيلي قررت تساعد الراجل ان يلاقي بنته. تعرف انا فكرت في ايه؟ ايه؟ احمد ابن خالته ظابط في الامن الوطني، انا قررت احكي له على كل حاجة، وهخليه يدور ورا اللي اسمها شيرين دي، ويعرف سحر راحت فين وسماها حصل لها ايه. احنا مش اتفقنا ما لناش دعوة بالكلام الفارغ ده، واننا نمشي من الدار دي اول ما نرجع من السفر؟ لما لقينا مكان الاول. وبعدين ترهنيني بقى ان شيرين دي وراها بلاوي متلتله؟ انا بقى مش هرتاح غير لما سحر اعرف ايه اللي حصل لها وراحت فين. نيلي شاكه ان شيرين ممكن تكون عملت فيها حاجه. هي بصراحه عقوده وغلاويه، بس يعني مش هتوصل للدرجه دي. وحتى لو عملت فيها حاجه، طب وانت تبصها فين؟ الموضوع فعلا غريب، وما راحت فين؟ تعرف انا شاكه في ايه؟ ايه؟ ممكن تكون لبستها تهمه وحبستها. لا كان ابوها عارف، ابوها محامي. ما صح، ما راحت فين؟ بت ايه؟ تفتكري هتطلعها في طاس وحرقتها زي سماح؟ بطلي هبل بقى والكلام الفارغ ده، بطاس ايه وزفت ايه؟ ويا خبر النهارده بفلوس. عموما بقى سيبك من الهبل ده كله، انت نزلتي صور فرحه على الفيس، كنت زي القمر. شفتيها؟ جميله. قولي لي بقى، هو احمد ناويين تتجوزوا بعد الترم على طول؟ بصي هو كان عايزه فعلا قبل الترم، بس انا قلت لا استنى بعديه، لان انا مش جاهزه. هو جاهز وعنده شقته ومامته، حتى مش عايزاني اجيب اي حاجه، بس انا مش حابه ادخل كده وانا مش جاهزه. يا ستي شوفي ايه اللي ناقصك وننزل نجيبه سوا. ماشي، عقبالك يا منى. حبيبتي انا فرحانه قوي. يا مارو، يا مارو،
يا عم مارو عايز ايه؟ عايز ايه؟ اللي مارو 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 يلا بينا يلا بينا على فين؟ عندنا كاستنج يا ابني ولك يا عمرو ايه ايه مروان انت النهارده هتروح لوحدك اروح لوحدي؟ ليه؟ خليك جدع ايوه ايه السبب؟ اصل انا اصل انا بص انا عندي ميعاد مع ميلي اسمع ما تفهمش غلط يا ابني بقى بطل بقى شرب سجاير دي ركز معايا هو الموضوع ايه؟ قلبك ده لا مش حكاية قلبي ده ولا حاجة اسمع بقى ما تبقاش غلس هي حالة انسانية زي ما تقول كده يعني واقف جنبها كده في موضوع ان شاء الله ربنا يتممه على خير ادعيلي انت بس ربنا يوفقك يا عم الشيخ ربنا يكرمك عمرو بديلك من كل قلبي بس خد بالك بقى عشان ست الشيخة في صيدلة وبتدي حقن في العضل يعني ما اقصدش حاجة ما اقصدش لازمة انا اخلص ماشي يا مارو قلبه دق ابن اللذين الو ايوه يا استاذ رأفت انا عارفاه طيب انا 10 دقايق وهبقى عندك اوكي باي باي معلش انا اتاخرت عليك لا ولا يهمك المهم احنا نقابله فين في كافيه قريب هو بعت لي اللوكيشن طيب ماشي حد شافك وانت جايه لا لا مفيش حد كويس تعالي يا خالتي كنت عايزاني في حاجة؟ كنت عايزك تجيب لي حاجة عناية اجيب لك الحاجة بس قبل ما اجيب لك الحاجة انا عايز اتفرجك بقى على الصور اللي صورتها للشريمة بصي بورتريه اوعى كويس جامد انا فظيعة اعملي حسابك اول ما اخلص المهمة دي هتديني الموبايل ده هدية ايش ايه طب انت كنت عايزاني في ايه قوليلي مش وقته مش وقته يلا امشي هش هش هش, هش. خد يا صابرين بالهنا والشفا تسلم يا عم جرب ايه ده انت فاكر نفسك مش هنعرف نجيبك ولا يا صابرين بقول لك ايه علاء انا جعان جعان ايه بس يا دلوقتي يا عم اوعى ايدك صابرين اسمع الكلام في كافيه هناك اهو هنقعد نتكلم شويه اوعى ما تقوميش امشي معايا يلا اوعى يا عم ولا عبد الله هم واخدين صابرين ورايحين على فين يالا انا مش عارف الست دي ممكن تكون عملت ايه بنتي هتكون عملت ايه يعني يا استاذ رأفت؟ معلش يا استاذ رأفت انا شايف ان انت مكبر الموضوع حبتين مكبر الموضوع ازاي يعني؟ يعني موضوع الرسائل ده ممكن يكون بسبب انها يعني متضايقه منها مش طايقاها عايزه تمشيها من الفيلا لكن ما توصلش لدرجه القتل يعني وليه ما تقولش ان شيرين دي عامله عصابه وبتتاجر في الاعضاء؟ ومش كده وبس ممكن تكون عضوه في العصابه دي اهو بتبيع البنات لبيوت الدعاره ايوه علشان بتسجل لهم فيديوهات مخلة بالشرف معقولة؟ دي تبقى مصيبة يا أستاذ رأفت لو كلام حضرتك ده مظبوط كانت على الأقل الحكومة خدت خبره واتخذت الإجراءات اللازمة
وبعدين انا ابويا شغال في الفيلا دي بقاله كتير قوي، يعني لو كان شاف حاجه زي كده ولا كان سمع حاجه زي كده كان اكيد ساب الفيلا ومشي، او حتى كان قال لي. بصراحه انا من ساعه ما جيت الفيلا دي وانا كل اللي شايفه عن شيرين دي انها ممكن تكون بترازي البنات، بتزعق لهم، مش اكتر من كده يعني، ما توصلش لدرجه اعضاء بشريه ودعاره وكده يعني. انت بتدافع عنها كده ليه؟ عشان شغال عندها؟ اولا يا استاذ رأفت انا مش شغال عند حد، ثانيا بقى انا مش هزعل منك عشان انا مقدر موقفك يا ابني. يا مروان يا حبيبي، انا راجل محامي، يعني مر عليا الاف القضايا اللي زي دي، علشان كده انا متاكد ان ورا اختفاء بنتي الست صاحبه الفيلا. طب يا استاذ رأفت شوف حضرتك عايز مني ايه وانا هقدر اساعدك. انا مش عايز منك غير حاجه واحده بس، تدخلي اوضتها وتدوري على اي حاجه ممكن تساعدنا. لا طبعا انا مش موافق على حاجه زي كده. لا طبعا ايه، دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تساعدنا بيها، وخصوصا ان هي قاعده جوه الفيلا. ما تقلقش يا استاذ رأفت، انا هدخل الاوضه يمكن اقدر الاقي حاجه اساعدك بيها. اتفضلي. استني، خش برجلك اليمين يا شاب. تنورتينا، انت شرفتينا. ايه الجمال ده؟ يا اهلا وسهلا. خالتي، استني. اهلا وسهلا. هش؟ هش. هش، انا ندى عبد الحميد، طالبه في كليه هندسه. كنت كلمت الانسه شيرين وحجزت معاها غرفه. انت دفعت فلوس الايجار؟ لا لسه. اتفضلي اهي. انا كان عندي سؤال، هي الدار هنا بتقدم اكل؟ لا الحقيقه ما بنقدمش اكل، بس لو حبيتي تستعملي المطبخ تجيبي ادواتك، طبقك، معلقتك، شوكتك، كوبايتك، حتى الحله تبقى بتاعتك. ما فيش اي استعمال في المطبخ غير البوتاجاز بس، مفهوم؟ يا ام شهاب، ام شهاب. نعم نعم حاضر، تعالي لي دقيقة. نعم يا مدام فريد. خديها وديها اوضة السحر. هو في حد معايا في الغرفة؟ لحد دلوقتي لا، بس الاوضة بتشيل سريرين. اتفضلي معايا. على فكرة لو احتجت لأي حاجة أو عوزت أي حاجة خالص ما تخافيش، تعالي لي. متشكرة يا مدام. اتفضلي. أنا ندى، وأساسا من الشرقية، وحضرتك مين؟ أنا ما سألتكيش عشان أجاوبك. يا نهار اسوح، انت عايز تحبسني ولا ايه؟ ده انا لو عملت كده صاحب الفيلا هيعرف اكيد ان انا اللي خدت الدهب. بقول لك ايه؟ احنا اليوم اللي هيسرق فيه الفيلا انت هتكوني محبوسه، لان النوجه هتتبلى عليك بسرقه تليفونها، والتاني يوم هتنزل على المحضر. لا لا بقول لك ايه، فكك من الحوار ده خالص، انا ماليش دعوه بيه. لا انا بقول لك ايه، اسمعي مني وشرف امي، لو ما عملتش اللي انا بقول لك عليه شويه ميه نار هتجيبهم في وشك، مش هتنفعي تاني. ايه الشطارة دي يا مشهاب؟ ها؟ مين بقى اللي قالك على الموضوع ده؟ فريدة؟ ولا ده اجتهاد شخصي منك؟ ابدا ما حدش قال لي حاجة، انا لقيته في الجنينة فقلت يمكن ينفعنا. برافو عليكي، هو هينفعنا فعلا. ورايا عايزاكي في حاجة.
عندي ليكي مفاجاه، انما ايه تحفه بجد. قول بسرعه. هي ايه البنات ما بقاش عندها صبر ابدا؟ تبقى مفاجاه ازاي طيب؟ بس احنا بقول بقى عشان خاطري. تعرفي تجيبيني ازاي انت برضه؟ ماشي قول. انا ماما خلاص خلصت فرش الشقه، اعمل حسابك الشهر الجاي هنتجوز. الشهر الجاي؟ اه. لا يا احمد ما ينفعش الشهر الجاي، انا ناقصني حاجات كتير ومش هينفع تقلع عادات اكتر من كده. انا ناوي اشتغل واجيب كل اللي ناقصني يا احمد. يا حبيبه قلبي كل اللي نفسك فيه انا هجيبه لك وزياده. لا يا احمد ما ينفعش. يا قلب احمد، يا قلب احمد، انا وانت ايه؟ مش واحد؟ وانت خلاص بقيتي مسؤوله مني. طب بص بقول لك ايه، في شركه لقيتها على النت عايزه. مفيش كلام في الموضوع ده تاني، انا قلت مفيش شغل، ويلا عشان وراكي محاضرات مهمه لازم تحضريها، عشان بعد المحاضرات اخدك نتغدى واوصل. يلا المحاضرات. انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي، بحبك. انا هخلص بس اللي عندي كله وربنا ادعوا لي بس. طيب خلاص ماشي. انت يا ابني ابوك راجع امتى؟ انا مش عاجبني الوضع ده، انا مش عايزاكوا عندي في الفيلا. فهم ابوك لو ما جاش على اخر الاسبوع انا هشوف غيره. كلامي واضح؟ انت جديده بقى معانا هنا؟ ايوه انا ندى، كليه هندسه ومن الشرقيه. وانا نيلي، صيدله القاهره. ايه ده، هما دول عايشين معانا هنا؟ لا ده مروان ابن عم ريحان الجنايني وده قريبه. بصي هما قاعدين معانا يومين كده وهيمشوا. ازيك يا نيلي؟ ازيك يا مروان؟ دي ندى جديده معانا في الدار. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. مش عن اذنكم. اوكي اتفضلي. طيب خلاص ماشي، سلام، باي باي. عامله ايه؟ تمام. ازيك؟ هاي عامله ايه؟ عامل ايه؟ مش تبارك لنا لسه ماضيين مسلسل جديد وشكل البليه هتلعب معانا. ايه ده بجد؟ اه والله. الف مبروك. ايوه بقى يا نجم، نجم يا ابني، نجم نجم نجم. بقولك ايه، انا مش عايزك تعملي اي حاجه من اللي قالك الاستاذ رأفت ده، انا قلقان عليكي. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين؟ انا هطلع دلوقتي وهبقى اكلمك في التليفون. هو في ايه يا نجم النجوم؟ ايوه هو في ايه بقى عشان لو حد سالني يعني. انا هقول لك، انت مقتنع بالكلام اللي هو قاله؟ ليه هو قال ايه؟ قسمي اللحمة دي على اتنين وحطيها في الطبق ده. حاضر، بس اطبخ. وهي نية. نية؟ نية ازاي يعني؟ أنا هاكلها نية. يعني إيه هتاكليها نية؟ كده. هجيب حاجة من المكتب وراجع لي. خدي هاتي لي الحاجات دي من السوبر ماركت بسرعة. حاضر. مالك؟ بتاكل اللحمة نية مش كده؟ خلاص خلاص
تحط لها فلفل اسود كتير عشان ريحه الزفاره، فاهمه؟ كتري الفلفل الاسود. خد بالك يا مروان، اول ما تخرج وترجع قول لي. ما بلاش تعملي اللي انت بتفكري فيه دوت، احسن تعمل معاكي مشكله وانت عارفه خلقها ضيق. يا مروان علشان خاطري انا مش طالبه حاجه، انا برضو شاكه فيها ونفسي اعرف ايه اللي في اوضتها. بقول لك ايه، شيرين في الجنينه شكلها بتعمل حاجه غريبه. فين ده؟ انا مش شايفه حاجه. لا ما انتي مش هتشوفها من عندك، انا شايفها من ناحيتي هنا. طب شوف كده، طيب بتعمل ايه وقولي. بتعمل كده ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بقولك ايه، عماله ترمي حاجات كده زي ما تكون بتاكل حد حاجه، زي ما تكون مربيه حاجه في الجنينه. الست دي غريبه قوي. لا هي اصلا مش مربيه حاجه في الجنينه. بقولك ايه، هي شكلها كانت بترمي حاجه في الجنينه، هي دلوقتي خلاص خرجت بره الفيلا. طيب دي احسن فرصه بقى، اول ما تخرج وترجع رن عليا. يا بنتي ما بلاش. يا مروان بقولك دي احسن فرصه. يلا اسمع كلامي، اول ما تخرج وترجع رن عليا. طب ماشي بسرعه، بس انا واقف عند الباب اهو. ماشي، باي باي. كان زماني متجوزه دلوقتي، بس اللي زينا لازم تتجوز واحد زيها خارج ملجأ. لا يا حبيبتي، هو لو كان بيحبك بجد كان واقف قدام اهله. هو معاه حق، هيقول لاهله ايه؟ ولما اتجوز وخلف هيقول لعيالي انا مين واهلي مين؟ مش ممكن اكون بنت حرام؟ لا يا بنات، احنا مش بنات حرام، انا حاسه بكده. وحتى يعني لو كنا اولاد حرام ده مش ذنبنا، كل واحده فينا من حقها ان هي تعيش وتحب ونعيش احسن من اي حد كمان. دي عشاني انا؟ اكيد طبعا علشانك، عشان بس ايه ما تتاخريش عليا بعد كده. والله بيكون غصب عني مش قصدي. انا عارف، ان شاء الله كلها كام شهر ونبقى مع بعض على طول، تاخري براحتك. انت عارفه ان انا بحبك وانت مكسوفه جدا. يا بقى طب انا عايزه، مش اتاخرت قوي؟ تلحقتي مستعجله قوي؟ لا بس عندي يعني دروس كتير ولازم اروح اذاكر. ماشي يا حبيبي.
استاذه شيرين، انت انت محتاجه حاجه اساعدك فيها؟ لا يعني مش محتاجه اشتري حياتك اي حاجه. اصلا انا شفت حياتك خرجتي ودخلتي كده على طول. ما شكرا. يا نيلي ما بترديش ليه؟ جت اخرجي انت بقى بسرعه، اخرجي بسرعه. انت عندك لسه بتعملي ايه؟ قلت لك جت خلاص، روحي بقى على اوضتك. لا لا انا خلاص دخلت اوضتي. دخلت الاوضه عندك ازاي؟ امال مين اللي انا شايفه ده دلوقتي؟ دي تلاقيها شيرين. شيرين؟ شيرين ازاي؟ شيرين واقفه قدامي هي هي ومشهاب. ايه ده؟ طب استنى كده. كده ان مفيش حد. مين اللي فوق؟ تكون فريده. لا لا مدام فريده اصلا مش في الدار، خرجت. ايوه صحيح، فريده ازاي؟ لا فريده لسه داخله قدامي دلوقتي، مش ممكن تكون لحقت طلعت كده. انا متاكده ان مفيش حد. طب اقول لك ايه، سلام. طيب دلوقتي ايوه ادخل. مساء الخير. مساء الفل. ايه ده يا هناء لسه ما جاتش؟ لا في كافيه هنا كده جنب الدار مع احمد خطيبها وزمانها جاي. طب ممكن اطلب منك خدمه؟ اتفضلي. ممكن ابره وخيط؟ بس كده عينيا الاتنين. ودي يا ست احلى ابره واحلى خيط في الدنيا كلها. اتفضلي. مساء الخير. مرسي. مساء الفل. كنت فين؟ انا لسه كنت عندك في الاوضه من شويه. ايه ده انا هنا من بدري. ايوه انا لسه مقابلاها عند الباب وداخلين مع بعض. ده من 10 دقايق بس. ما انا كنت بغسل بلوزه. طيب متشكره قوي وهبقى اجيبهم لك. اقول لك ايه؟ ايه؟ انا كنت في اوضه شيرين. كنت في الاوضه هناك بتعملي ايه؟ اصل انا قررت اساعد الاستاذ رأفت وقال لي افتش في اوضتها يمكن نلاقي حاجه. وعملت ايه؟ لقيتي حاجه؟ اللابتوب طلع عليه باسورد معرفتش افتحه. عارفه هناء معاها فلاشة عليها برنامج يفتح أي باسورد، عشان هي مدهولة ودايماً تنسى الباسورد بتاعها. أحمد خطيبها جاب لها فلاشة عليها برنامج يفتح أي باسورد. إنما إيه؟ تحفة بجد. طب أنا عايزاه، يمكن نوصل لحاجة. أقولك على حاجة. قولي. أنا لما دخلت أوضتها قلبي اتقبض، معلقة صور غريبة قديمة قوي. صور إيه دي؟ صورها؟ لا مش صورها، مش عارفة أوصفلك. صور كده ملهاش ملامح، غريبة. واحدة غبية وغريبة وصور غريبة وقوض غريبة، أكيد غبية زيها. عندك حق. تمام. أنت اللي بدأت. لا يابا مش محتاجين حاجة، بس أنت تعالى على طول بس ما تأخرش. سلام.
هي دي الحاجات اللي هم عايزينها، ويلا بينا عشان ما نتأخرش. هو انت مستني حد؟ نيلي تليفونها مقفول من الصبح، انا قلقان قوي. تليفونها مقفول؟ هتقلقني ليه؟ ما اكيد يعني ما عندهاش شبكه او تليفونها فاصل، واكيد لما يفتح هيجي لك رساله. يلا يا عم مارو. الدنيا غنوه نغمتها حلوه، بنغنيها ونتربيها. الله، حلوه قوي الساعه دي يا بنت الايه. اكيد دي ايديه احمد ليك. ايوه. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ميرسي. دي شبكتك؟ لا، شبكتها ايه، شبكتها دي حاجه تانية، دي ايديه احمد ليها. مبروك. الله يبارك فيكي. وناوين بقى تعملوا الفرح امتى؟ مش تعزمينا ولا ايه؟ لا ازاي يعني، اكيد هعزمك، بس ده لسه بدري، لسه 3 شهور. ايه ده، وبكده خلاص حددتوا ميعاد الفرح؟ اه، لما نسافر احمد هيكلم تيتا وان شاء الله هيحدد الميعاد بسرعه كده. طب والشقه؟ صحيح بسرعه كده ليه؟ يعني قصدي انه ايام الخطوبه بتكون احلى ايام. صدقي فعلا عندها حق. اصل احمد مستعجل، وبعدين الشقه خلاص خلصت، وانا هروح بشنطه هدومي بس يعني. الف مبروك يا حبيبتي، انا فرحانه قوي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، وعبالك وعبالك انت كمان. انا قلت لك حاجه تزعلك ولا ايه؟ ايوه طبعا، عقبالنا ايه بس، احنا يا ستي مش عايزين يضحك علينا، احنا عايزين نعيش حياتنا. الف مبروك، ابي يعزمينا في الفرح ان شاء الله. انا مصدومه بقى بزميلتك دي شيرين، شكلها طيبه قوي. ممكن تكون في الاول كانت عاوزه تخوفنا، ولما اتاكدت مننا كويس قوي وعرفت اننا بنات مؤدبه بقت تعاملنا كويس. مع ان نيلي امبارح خوفتني منها قوي. لا طبعا، ازاي يعني، طب ما احنا كلنا كنا بنخاف من طريقتها. بس انت ما لاحظتيش حاجه؟ ايه؟ انا اول ما قلت لها عقبالك حسيتها كلها اتغيرت على بعضها. ما انت عامله زي المدب يعني، انت شايفاها فايتها قطر الجواز تقولي لها عقبالك حبكت يعني. طب تفتكر القطر فاتها بمزاجها ولا ما حدش عبرها اصلا؟ لا، ممكن يكون في حد كتير قوي تقدم لها وعايز يرتبط بيها، بس معاملتها هي اللي طفشته. يمكن. يلا بقى عشان عندنا محاضرات، واحمد واقف تحت قدام الباب الفيلا مستنينا. يلا قومي. حبني زي باقي البنات، مع اني احلى منهم. هو المفروض احب؟ الحب ده بيبقى ازاي؟ Thank you.
شيرين. شيرين. مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ هو انا ليه ما بيجيليش عرسان؟ الجواز اسمه ونصيب يا حبيبتي. يعني هيجيلي عريس؟ لو عايزه تتجوزي من بكره انا مستعده اجوزك. اه انت عايزه تخلصي مني. عايزه تخلصي مني صح؟ انت عمرك ما هتتغيري. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا منى. صباح الورد. يلا عشان ما يتأخرش. يلا. ده أحلى صباح. طب هو حب فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة تتحب. هو شكله ابن ناس اكيد لفت عليه. عرفت ازاي تخليه زي الخاتم في صباعها. واقف مستنيها وجايب لها ورد. حظها. وانا ليه ما حصلش معايا كده؟ انا احلى واغنى. انا احسن منهم كلهم. في حاجة غلط اكيد. في حاجة غلط. انا شيرين موسى دليل. احسن واحدة في البنات كلها. مين اللي ناقص؟ في حاجة غلط. في حاجة غلط. في حاجة غلط ولازم تتغير. شايفة يا مروان ان ربنا ان شاء الله يكرمنا يا رب ونبقى كده ممثلين قد الدنيا يا تكر. رب يا حبيبي هو اللي وراك بس رد عننا قدامنا اهلا وكده الحلوين انت بس حب وتنيل وانت تبقى زي الفل يا رب يا رب دعوة ان شاء الله مش عايزين نجهز بقى وقت عمال يا الحكومة هنا بتعمل ايه؟ رحيم فين؟ رحيم فين؟ هو في ايه؟ في بنت ماتت جوه ماتت؟ مين اللي ماتت؟
انتوا شغالين هنا؟ لا احنا قريب عند مرحب الجناني وقاعدين عنده. طب اتفضلوا هنا لغايه ما الباشا يخرج. طب انا ينفع ادخل؟ لا ما ينفعش. اتفضلوا بس هنا لغايه ما الباشا يخرج. تعالى يا مروان تعالى. ازاي؟ مين اللي ماتت؟ قررت الانتحار. طب هي ازاي طلعت وتعلقت كده؟ لو حد طلعها اكيد هيبقى فيها اثار للمقاومه، بس مفيش اي دليل على كده. هي كل الدلائل بتقول انها واخده منوم، فاكيد حد شالها وعلقها وبعدين سابها ومشي علشان يبان انه انتحار. هنعرف من تشريح الجثه لو واخده منوم. ما تلعب يا ابني بقى. دش. ده انت محظوظ يا زقه. شيل جهار. ايه دي بنت صابرين؟ بنت الكلب؟ اه بنت الكلب. اجري وراها الحق قبل ما تزوغ. خد يا بت الحق دي جهز الطواطي. خد يا بت. كنتوا فين امبارح؟ يا فندم احنا ما بنتحركش من هنا. ما رحناش في حته. انتوا بتناموا فين؟ احنا بننام حضرتك في الجنينه في الاوضه بتاعت ابويا اللي في الجنينه اللي بره. هو مين اللي مات؟ دي نيلي. نيلي ماتت؟ ماتت ليه؟ ماتت ليه؟ ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل يا فندم؟ دي كانت لسه معايا امبارح والمفروض ان احنا كنا نتقابل النهارده. ايه ده مروان؟ انا لله وانا اليه راجعون. استغفر الله. ده جالها اكيد. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل يا فندم؟ انت تعرفها كويس؟ اعرفها كويس جدا. هو لحد دلوقتي انتحار لانها سايبه رساله بكده. تنتحر؟ تنتحر ليه؟ اللي خلى نيلي تنتحر؟ ايه ده يا مروان؟ ايه اللي حصل؟ هي اللي عملت كده في نفسها؟ اخر مره اتكلمت معاها قالت لك ايه وحالتها كانت عامله ازاي؟ يا فندم انا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا امبارح بنتكلم والمفترض ان احنا النهارده نتقابل مع بعض. بكلمها طول اليوم تليفونها مقفول. مين اخر واحده شافتها؟ انا كنت سهرانه في عيد ميلاد، رجعت متاخر ما شفتش حاجه. وانا كنت في مشوار ورجعت الساعه 7 وسالت ام شهاب عليهم، قالت لي البنات كلها في اوضه. هي نيلي رجعت الساعه كام؟ تقريبا 7:30. فندم باشا، هو انا ممكن اتكلم مع حضرتك على انفراد؟ اتفضل. انت وهي تيجي ورايا على الاسم عشان نكمل المحضر. وريت تبلغوا البنات اللي هنا اني هاجي اكمل معاهم التحقيق. هراعي ظروفهم ومش هجيبهم الاسم. كلهم يبقوا موجودين هنا الساعه 7. ماشي؟ ايه ده مروان؟ انت اكيد ما لحقتش تحبها يعني؟ اه والله على رايك يا عم، هو لحق يحبها اصلا؟ مهما اقول لكم مش هتصدقوا.
نيل دي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة. أنا كنت فاكر إن أنا بحب وردة، لكن اكتشفت إن أنا كنت متعود عليها بس بحكم إنها جارتي. لكن نيلي أول ما شفتها حصلت لي حاجة غريبة، حسيت إن أنا بحبها، حسيت إن أنا بحبها بجد، وحسيت كمان إن هي بتحبني. أنا مش قادر أصدق إنها ممكن تكون انتحرت، مش قادر أصدق. أكيد في حاجة غلط، أكيد يا عم مروان. الموضوع مش في أكيد إن في حاجة غلط، الموضوع إنها انتحرت، يعني ماتت كفرة. شت يا مروان، الضابط أكيد مش هيكذب. دول بيقولوا إن الراجل كاتبة جواب إنها انتحرت عشان زهقت من الدنيا، وكمان كانت خايفة تسقط في الكلية. زهقت من الدنيا؟ زهقت من الدنيا ليه؟ شافت إيه دي في الدنيا عشان تزهق منه؟ امبارح اتكلمنا واتفقنا ان احنا النهارده نتغدى مع بعض، وعدت ان هي تيجي معايا التصوير عشان تتفرج عليا وانا بمثل. معلش يا مروان، هي بتتفرج على التصوير بس المره دي مش بالالوان، يا ابيض يا اسود. عم ريحان جه اهو، حمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه يا ولاد مالكوا في ايه؟ في ايه يا مروان يا ابني؟ فين ما حد يرد عليا؟ ايه ده يا عمي، مفيش حاجه. هو انت مش كنت جاي امبارح بالليل؟ ايه اخرك؟ يا ابني ما كنتش قادر اسيب خالتك ام مروان لوحدها، استنيت لما واحده من الجيران قعدت معاها. فين يا مروان؟ تعالى يا عم، تعالى وانا افهمك على كل حاجه. يلا دوش ومزرد. تعالى تعالى يا عم. يا رب تعالى. دلوقتي هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. دلوقتي أنا هخرج من الأوضة بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومشهاب وفريدة نايمين.